السلام الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير، مبارك عواشركم. كنت كنتمنى ما ندويش على هذه المخلوقه نهائيا في هذا العواشر. تقار، الله يستر، الله يستر علينا وعلى وليداتنا وعلى وليدات المسلمين جميعا. والله العظيم ما بغيت ندوي على شي حاجه، ولا بغيت ندوي، ولا بغيت ندخل كاع انا هذا يوتيوب، ما بغيت كاع ندخل ليه نهائيا. حتى سمعت هذه الزغبيه هذه تعتقلت. اشنو ما تشنو دوات مع شوف تي في، جلسات تتفضفض ليهم، عرفتوها، تتبقى تشتف في الهضره، شتف يا ما تشتف يا ما تشتف، بتهضر في الحقوق. عقلتو في واحد الفيديو قلت ليها ما تهضريش في القانون، القانون ما تهضريش فيه. طيب اتساع هذوك المسائل ما تهضريش، ما تعرفيش اش تقولي، تتبقى تدخل وتخرج في الهضره، تبقى تدخل ما كاين الحقوق، هنا حقوق وهنا ما حقوق. هادشي فاش كانت في الامارات كانت جالسه تتشتف في الهضره، وقلت ليها في واحد الفيديو هذيك الهضره تتقولي راه ما خصكيش تبقاي تهضري في بلادات الناس على بلادك، حتى تدخلي لبلادك وهضري وقولي اللي بغيتي، قولي اللي بغيتي ديك الساعه على خاطرك. واش فهمتي؟ وعرفي اش تتقولي. غير واحد الحاجه خصكم تعرفوها، راه باقي تنقولها وتنعاودها وتنقولها، راه ما كاين لا ولد، ما كاين لا راجل، ما كاين لا زوج في الامارات، ما كاين حتى شي حاجه من هذاك الشيء كله. واش مازال ما بغيتيش تفهموا؟ واش مازال ما بغيتيش تفهموا بانه راه ما كاين غير الادسنس، والادسنس نتاع رمضان راه طالع، ما شفتوش عباد الله تتبكي وتنحط؟ ما شفتوش هذيك اللي جوزها والحكومه وايمان وكوين وداك الشيء، ما شفتوش اش دايرين؟ ما شفتوش الافلام؟ واش ما شفتوهوش؟ واش بغيتو تفهموا؟ احنا ولينا احنا المنتقدين على الشيطان في رمضان، ما بينا نهضروا على حد، ما بينا ادسنس، ما بينا والو، ولكن نتوما ما بغيتوش تفهموا بانه راه الادسنس في هاد العواشر تيكونوا طالع. عقلتو في راس العام، اللي ما تخاسم تخاسم، واللي ما تطلق تطلق، واللي ما تسب تسب. ايوا هاد الزغبيه هذه جات سميتو، شفتو الفيديوهات ديالها اللي سابقين اللي كانوا ما طالعينش، راه فيديوهاتها ما طالعينش، فيديوهاتها هابطين، ماشي داكشي الشعبيه. هي تيتمشاو لها الفيديوهات بتطلق تجوج تطلق تجوج تطلق، هادشي باش تيتمشاو لها الفيديوهات. ايوا المهم قالت نمشي نطلع المسائل نتاع شفتي داكشي، زعما يطلع لها شي شويه الجق، راه جلست تتبرطل في الهضره وتتبرطن في الهضره وتتدي وتتجيب في الهضره، ديك الهضره اللي ما خصهاش تقولها. ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجه، نتوما دروك اللي حضر الفيديو ديالها الاخراني فاش قالت اعتقلات، غادي يشوف اختها كيفاش تتهضر. هذيك اختها شوفوها كيفاش تدوي، دخلت عليكم بالله، واش شوفوها كيفاش تدوي؟ واش هذيك السيده يعطوها الناس تدوي حتى هي؟ واش تعرف تقول شي حاجه؟ ها واش تعرف تهضر؟ وباش كملوا الفيديو بالبرهوشات الصغار، باش الفيديو دابا باش كمل شحال؟ 12 دقيقه، 12 دقيقه، لانه مولات الشغل اختهم مشدوده ما كايناش، خصها تعطي اللغة. بما ان هي مشدوده خواتاتها هما اللي يشدوا الفيديو ويهضروا. امهم بما انه نازل لها السكر راه قالت جوج كلمات وحضرات راسها وحشمات على عراضه ودارت هكا وسكتات، حيت بنت حشمات على عراضه حيت بنتها مشدوده. ياك هذا هو المفروض، ياك هذا هو المفروض. ايوا خوتي اش ظهر لكم في هذا الشيء دروكا؟ قولوا لي واش هذا الشيء، قولوا لي، الله يكملكم بعقلكم، الله يستر عليكم حتى نتوما. واش هذا الشيء يعقل؟ واش هذا الشيء تسكت عليه؟ واش هاد الاستغباء ديال الناس اللي واصل حتى لهاد الدرجه، واش يقدر شي حد يسكت عليه؟ دوي واش مازال ما بغيتيش تفهموا؟ واش حنا فين جالسين؟ جالسين في غابه؟ حنا راه جالسين في المغرب، المغرب ما بقاتش ديك الهضره اللي كانت يامات زمان، تقولي كلمه وتمشي عليها. دروك راه كاين حقوق الانسان، راه ما كاينش، علاش بتمشي هاد ساره للحبس؟ شكون اللي غيشد هاد ساره؟ علاش تشد بالسلامه؟ اش دارت؟ ها اش دارت هاد ساره اللي بغات تشد؟ ايوا نتوما دروك راه بنادم ما باش يفهم. انا راه ما ضرتنيش هي، والله ما ضرتني، عرفتها هي واحد الانسانه مجلخه مكلخه، ما كاينش والو، الدماغ ما كاينش، الدماغ ما كاينش، ما عندهاش الراس، ما عندهاش لا هي ولا ما تيشوفوا هي ديك جوج تريه اللي بطلع لهم من الفيديو، وراه طالع عليهم، ويقدر كاع ما عرفت فين يوصل الفيديو، وشي كاع ما يوصل طالع عليهم ديك جوج تريه اللي باغيين هما، مادام ما ضربينش فيها تمارة ما ضرب فيها ياك هي الوجه، هما كمرتهم يعطيوها ماشي مشكل، تيبيعوا وجههم هما بايعين وجههم. ولكن تنشوف نتوما، نتوما الناس اللي تيتصنتوا لهاد الشيء هذا،
التالي متعزز عليكم فضائح الناس لدرجة أنه تتصدقوا هذا بحال هذه الكلام هذه. واش داخلين عباد الله تيسولوا علاش تشدات وهي تتقول لهم دوات في شوف تي في وقالت لهم في شوف تي وقالت لهم في في شوف تي في شوف تي في هضرات على القانون وهضرات على الحقوق وقالت شي كلام. وراه هما راه لي فو كونط اللي خدامين لي فو كونط اللي خدامين تيهضروا بلي فو كونط. ايوا اش ظهر لكم في هذه الهضره هذه؟ انتوما دوكا المشكل ماشي فيه هي فيكم انتوما اللي باقي تتصدقوا هذا الشيء. واش عزيز عليكم الاستغباء؟ شكون اللي طلع بحال هاد لي كونط هادو؟ شكون اللي مطلعهم؟ دخلت عليكم بالله شكون اللي مطلعهم؟ حيت راه الملاين عباد الله راه تيدخلوا الملاين وبنادم راه تيدخلوا الملاين من الكذوب. وتدخل لعند وحده وتقول لك اش بغيتي فيها؟ اش بغيتي فيها؟ ما تكذبش على الناس راه تيطلعوا المكلخين في الواجهه. شوفوا القضايا دروكا اللي كاينين دروكا في اليوتيوب اليوتيوب المغربي. شوفوا القضايا اللي كاينين فيه راه ما كاين غير الاتفاقيات وتيطلعوا تيكذبوا على الناس والناس تابعينهم. مسكينه طلقات دارت لها عجوزتها مسكينه وتا هي بغات تاخذ من الجانب نصيب راه ردت راسها تشدات وهي ما تشدات ما والو. واش اللي كنت تشدات بيقدروا يديروا فيديو؟ واش اللي بنتهم شدوده تيدير فيديو؟ ركون عطات تطلع وتهبط ليكون اختها ليكون راه ما تقدرش توري وجهها ما تقدرش توري وجهها ليكون اختها مشدوده عا بالخلعه. واش اصحابكم الشدان والمخزن ساهل ولكن فايلات على راسها مزيان 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 مزيان. هاد المره انت دائما تتفايلي على راسك بالزواجات والطلاقات وداك الشيء هادشي كله غتشوفيه في حياتك المستقبليه. راه ما تكذبي على الناس. وزعما العواشر هادو رمضان والناس تينعلو الشيطان وما تيكذبوش. دخلت عليكم بالله ديك جوج فرانك اش غدير لكم؟ اش غدير لكم هاد جوج فرانك؟ نقولوا طلعتي ديك 1000 درهم كاع في الفيديو اش غدير لك؟ دخلت عليك بالله اش غادي دير لك؟ وما تيحرقوا تيحاولوا كيفاش يقفلوا الشهر بواحد المبلغ محترم. انا دارت فيديوهات راه ما طلعوش ليها بزاف ولكن فيهم الفلوس. وهذا قالت بلاتي ندير شي بومبا اللي طلع ليا التالي وصافي وطلقات ما لقاو عندها والو وصافي الفيديو تم جايه وتبقات تبكي عليكم وتشتيتو هي ظلموني. شكون اللي بيشدك انت؟ انت اصلا ما كاين راجل ما كاين ولد ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. وداخله عندي وحده لا راه والده لا راه هادي يلا. وداك الراجل اللي هي بحرا قلتي لك انتي مجوجه به في الامارات فين مشى؟ يا قلتي تجوجتي صيفط لك باك الورقه وتجوجتي تماك في الامارات فين فين خليتيه دروك؟ يلا واش جلستي يدي صافي طار صافي مشى عاوتاني. الفيديوهات كلهم اللي درتيهم على داك الراجل اللي تزوجتي به في الامارات غادي تمسحيهم عاوتاني وتعاوتاني فيديو سلسله اخرى من الكذوب. والله ما همتني نتوما نتوما عائله خارجه موسخه والعياذ بالله. ما عندكم باين وجهكم وجهكم نتوما بحال داك المسلسل دروك نتاع الطلاب اللي تيطلبوا نتوما بحال هادوك نتوما ناس خامجين موسخين. تنشوف دوك اللي تابعينكم دوك اللي تيثيقوكم اللي تيصدقوكم اللي ما عارفينش شنو هو الربح من اليوتيوب ما عارفينوش. الناس تتبيع وجهها باش تربح من اليوتيوب اش فين تيوصلوا؟ تيوصلوا حتى تيوليو فعلا فعلا تيديروا شي حوايج راك شفتوا العجب. ما شفتوش المراه اللي مطلقه من تلقات من راجلها قالت لك عجوزتها وبيت دي ليها ولادها وخلات ليه الولاد وداك الشيء. كلشي هذاك الشيء كلشي هذاك الشيء راهي مسرحيات كلشي داك الشيء مسرحيات صدق ما كاين منه والو ما كاين حتى شي حاجه. وباقي الدروك الدروك تيجلسوا للطبله وتيتفقوا باقي الدروك باقي باقي الحكومه تتفق وساري كل داخله في الموضوع وكلشي داكشي افلام. واش ما بغيتيش تصدقوا راه بنادم عباد الله راه من داكشي راه تيدير لايفات وتيدخل الزباب الفلوس. وانتم مازال ما بغيتيش تعيقوا بانه هاد البنادمه هادي راه بايعه وجهها مش حال هادي. وسير اختي اش غنقول لك غير الله يمسخك.